شبكة هشام إيمان الهدى، أهلا بك سيدة إيمان. بداية، ما هي آخر التطورات على الصعيد الميداني في دمشق وريفها؟ اشتباكات من عدة محاور تحت غطاء من القصف المدفعي بمدافع الفوزديكة المتمركزة على جبل قاسيون. سبق ذلك بتمكن الجيش الحرمي تدبير عربة بي ام بي وقصف عدد من قوات النظام الذين حاولوا التسلل إلى الحي من عدة محاور. تصدى لهم الجيش الحر وقاموا بالقضاء عليهم وأوقعوهم ما بين قتيل وجريح. بالنسبة مجاور المنطقة المجاورة لها وهي منطقة القابون، تعرضت للقصف بالمدفعية الثقيلة، يعني استهدفت منازل المدنيين، إضافة إلى اشتباكات في محيط المتحلق الجنوبي من جهة زملكة وسط قصف براجمات الصواريخ وقذائف الهاون. الأحياء الجنوبية أيضا كان لها النصيب من القصف المدفعي والصاروخي، استهدف كل من مخيم اليرموك وحي القدم، تزامن ذلك مع اشتباكات في محيط حي العسالي. بالنسبة للغوطة الشرقية كان هناك اشتباكات جرت من جهة إدارة الدفاع الجوي في منطقة المنيحة، أيضا مع قصف تعرضت له معظم بلدات الغوطة الشرقية. منطقة القلمون هذه الليلة كان هناك عدة يعني استهداف لعدة مناطق في تلك المنطقة، أهمها كانت منطقة دير مقرن ومنطقة عين الفيجة. أدى يعني إجراء هذا القصف أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وتهدم عدد من المنازل. قصف عنيف طال هاتين المنطقتين بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ، كما تجدد القصف أيضا على منطقة يبرود في منطقة القلمون. الغوطة الغربية اليوم تجدد القصف المتقطع على منطقة دارية من مطار المزع العسكري وجبال الفرقة الرابعة، أيضا استهدف منطقة المعظمية، والحصار ما زال مستمر حتى هذه اللحظة كما أعلن البارحة في منطقة الريف الجنوبي الذي يشهد أيضا الحصار المستمر من قبل قوات النظام وعدم إدخال المواد الإغاثية والمواد الغذائية والطبية اللازمة. أعلنوا البارحة إضرابهم عن الطعام بأن قوات النظام مهما حاولت منع الطعام أنهم لن يستسلموا ولن يتركوا منازلهم ولن يسلموا الأرض التي يعيشون عليها. نعم، إيمان الهدى مراسلة شبكة شام كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك.